طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. من المصدر أونلاين: حزب صالح يعلن الحرب على الحوثيين ويدعو أنصاره للوقوف صفا واحدا. ومن الموقع بوست: منظمة أممية لا خطة لدينا لإرسال بعثة للحفاظ على تراث اليمن. صحيفة عربية تصف أحداث صنعاء بالاشتباكات غير المسبوقة بين الحوثيين والموالين لصالح. ومن البي بي سي: بريطاني وجد أخاه صدفة في الشارع بعد 25 عاما. أهلا بكم بقى. تجويع الإنسان اليمني، إرث يسري في جسد الميليشيا. بهذا العنوان نشر موقع سبتمبر نت تقرير خاص عن المجاعات التي رافقت حكم الإمامة. وقال التقرير إنه وعلى مدى قرون ارتباط تاريخ الدويلات الإمامية المتعاقبة في حكم شمال اليمن بسمات تدميرية عدة، منها الحروب المستمرة وغياب الاستقرار وانتشار الأمراض والجهل والعزلة، والأهم ظهور المجاعات. وتحكي المرويات التاريخية أنه في عصر الإمامة أو الإمام يحيى حميد الدين بلغت المجاعة بالناس أنهم كانوا يتساقطون في الطرقات من شدة الجوع، فيما خزائن الدولة مليئة بالأموال ومدافنها مليئة بالحبوب. حيث يضيف التقرير: يتكرر المشهد اليوم ويعيد التاريخ نفسه. الميليشيا تخزن وتكدس المليارات من الدولارات التي نهبتها من الخزينة العامة ورفضت دفع رواتب الناس للسنة الثانية. ويتابع سبتمبر نت: الناس يعانون أشد المعاناة نتيجة قطع رواتبهم وعدم استطاعتهم إعالة أفراد أسرهم وأنفسهم، وبالتالي جعلوهم في مواجهة مع المعاناة، فقد أصبحوا للموت أقرب وأبعد من الحياة. قالت المديرة العامة للمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أدري أوزلاي إن المنظمة لا تخطط في الوقت الراهن لإرسال أي بعثة من أجل الحفاظ على التراث اليمني الذي يعيش حالة حرب وانفلات أمني بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة منذ عدة سنوات. أوضحت أوزلاي أن اليونسكو يمكنها في بعض الأحيان إرسال بعثات إلى الميدان، وقد فعلناها خلال الفترة الأخيرة مع مهمات قصيرة في مدينة حلب بسوريا. أما اليمن فمن غير المرتقب القيام بمهمات في هذا البلد الذي يشهد حربا. ويتابع الموقع: يشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين القوات الحكومية وميليشيات مدعومة من قوات المخلوع صالح، وتفاقمت الأزمة في البلاد عندما سقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في سبتمبر من العام نفسه. خرجت من صنعاء في 23 من سبتمبر 2014 بعد اجتياحها من قبل الحوثيين إلى تعز العزيزة، مقدرا بأنها ستكون المنطلق لتحرير صنعاء. هكذا بدأ البرلماني وسفير اليمن في الأردن علي أحمد العمراني سرد قصة خروجه من صنعاء، وكيف كان يصل إلى مدن تسلمها قوات صالح لميليشيا الحوثي. وأضاف العمراني: لما وصلت إلى تعز قيل لي بأن أتباع صالح منتظرون السيد على أحر من الجمر، ولا بد أن صالح الذي استبشر بالحوثي وهو يجتاح صنعاء ونظم قصيدة شامتة في ذلك بشر أتباعه في تعز بقدوم السيد. ثم غادرت إلى عدن الحبيبة، لكن الحراك الانفصالي هناك كان وما يزال متناغما مع الحوثي وحلفائه في خراب اليمن. أما البيضاء فقد تواصل صالح مع أبرز شيوخها من أعضاء المؤتمر ليسهل للحوثي دخولها، وقد قال لهم صالح: هذه هي الدولة، هل تريدونها؟ نعلم أن صالح كان ناقما على ثوار 2011، ولعله لم يدرك بأنها كانت متسامحة ومسؤولة، حيث بقي صالحا شريكا ومحصنا، لكنه جنح إلى إقامة دولة موازية بمال منهوب وإعلام عدائي يهدف إلى تقويض دولة اليمنيين التي بنوها منذ أكثر من 100 عام ما دام وهو ليس الحاكم. ظهر أيامنا هذه أعضاء من حزب المؤتمر يهتفون: لا حوثي بعد اليوم. ولو قدر للمؤتمر أن يقوده غير صالح لكان للمؤتمر موقف مختلف، ولا استشعر الخطر منذ البداية، ولما تمكن الحوثي من الزحف من صعدة عبر عمران حتى اجتاح
عاصمة البلاد صنعاء. ما يتضح الآن لأبسط الناس هو أن الصالح الذي حكم اليمن أكثر من 3 عقود يفقه فقط الفهلوة والشغل اليومية وليس السياسة والاستراتيجية، ولا عبرة في بقائه في الحكم طويلا مثل الإمام يحيى، لكن العبرة بما أنجز لليمن في عهده الطويل. ويكفي أن اليمن كانت عشية ثورة 2011 أفقر بلد عربي بعدما تربع صالح في حكمها أكثر من 3 عقود. أما صالح الذي أتى إلى الحكم فقيرا فقد خرج من الحكم ثريا كثيرا وقادرا على تكوين دولة موازية بإمكانات مهولة. حدد سكان في صنعاء الأحياء التي تدور فيها الاشتباكات بين طرفي الانقلاب ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، وقال السكان لموقع يمن مونيتور إن الاشتباكات تدور في عدة أحياء أهمها الحي السياسي وشارع الجزائر وشارع بغداد. وبحسب مصادر محلية تحدثت اليمن مونيتور فقد أطلق الحوثيون قذائف من مدفعية الهاون على منزل طارق صالح نجل شقيق صالح وقائد حمايته الرئاسية. مصدر طبي في مستشفى قريب من منطقة المواجهات قال إن 3 جرحى من الحوثيين وصلوا في وقت مبكر من صباح اليوم، وإضافة إلى جرحى وقتل آخرين وصلوا اليومين الماضيين. وإلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع العديد من الأحداث وعنوان: حزب صالح يعلن الحرب على الحوثيين ويدعو أنصاره للوقوف صفا واحدا. وفي ذات الشأن تجددت الاشتباكات على نطاق واسع بين الحوثيين وصالح داخل مدينة صنعاء، وعنوان: القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة في نهم شمال شرق صنعاء. وقال مصدر عسكري للمصدر أونلاين أيضا إن القوات الحكومية حققت خلال الساعات الماضية تقدما في جبهة نهم وسيطرت على مواقع هامة. وبحسب المصدر فإن القوات الحكومية سيطرت على سلسلة جبال الحمراء والقناصين والتي تمتد على مسافة حوالي 3 كيلومترات في مناطق جبلية وعرة، وبذلك تكون قد أحرزت تقدما مهما يمكنهم من التقدم بسهولة نحو مناطق بني بارق وبيت أبو حاتم وكحل. أمل المقهورين تحت هذا العنوان كتب وسام محمد مقاله المنشور في موقع الموقع بوست مضيفا في جزء من المقال: كانت الضربة القاضية التي قصمت ظهر سلطة صالح ومنظومته هي تلك التي سددها شباب سلميون عزل إلا من شجاعتهم التي لا تضاهى، الباقي مجرد تفاصيل وتبعات كانت ستحدث بطريقة أو بأخرى. اليوم الانهيارات متواصلة وهي ليست مقتصرة على صف صالح وحده، بل تشمل من جلبهم لكي ينتقموا له، لكن أيضا تشمل أولئك المثقفين الذين اهتزت أعماقهم وقرروا في لحظة رعب يتملق الجماهير دون أن يتخلوا عن الحنين لعودة سلطة القبح والجريمة، ولأنهم كذلك ها هم يعودون إلى المستنقع الواحد تلو الآخر، وليس لديهم من منطق سوى أن نختار بين قاتلين. الثورة في إحدى تعبيراتها الأقرب للدقة هي أداة هدم بارعة، عملها الأساسي تعميق الانقسامات داخل الطبقات المسيطرة وزرع بذرة الفناء الأصيلة التي ما تلبث أن تتبرعم حتى ينهد القديم كوثن شائخ. بهذه الطريقة فقط أو عندما يكتمل الانهيار يبدأ الجديد في التدفق بعد أن يكون قد نجح في الإطلال من شرفة التاريخ واستطاع أن يحجز لنفسه مقعدا في قطار المستقبل بتلك الصورة النزيهة. والأخذ اليوم من بين كل الأطراف الموجودة وحدها روح ثورة فبراير من تقاتل في الميدان الصحيح، ووحدها من ستنتصر في نهاية المطاف. هذا هو أملي وأمل كل المقهورين في هذا البلد. يكفي أننا في كل أزمة عاصفة أو عندما يسود التبلد وتكثر الخذلانات تعود الثورة متوهجة كعنقاء. عناوين عديدة أوردتها صحيفة أخبار اليوم في صفحتها الأولى نطالع منها: بندغر، هناك من يدفع الأمور للتوتر عن قصد ولا نية لعرض عسكري. وعنوان آخر: نائب الرئيس يصل مأرب ويشدد على أهمية استكمال العمليات العسكرية. وعنوان أيضا: مقتل 4 من قوات النخبة الشبوانية وإصابة آخرين برصاص مسلحين. ومن تعز تصاعد المواجهات بالكدحة والبركنة والأخلود والجيش يستعيد جبل. ومن تعز أيضا عودة قائد الشرطة العسكرية لمزاولة عمله. ما الذي قالته الصحف العربية الصادرة اليوم عن أحداث اليمن وقضاياه بالإضافة إلى منوعات صحف ومواقع عالمية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، قوموا معنا.
أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد وفي تتبعها للأحداث في صنعاء عنونت: اشتباكات غير مسبوقة في صنعاء بين الحوثيين والموالين لصالح، وقالت في التفاصيل: العاصمة اليمنية صنعاء شهدت اشتباكات غير مسبوقة بين مسلحي الحوثي والقوات الموالي للمخلوع وسط أنباء عن التمكن الأخيرة من السيطرة على مواقع ومعسكرات في جنوب العاصمة. وبحسب إفادة سكان للعربي الجديد، المواجهات مستمرة منذ منتصف الليل الماضية في أكثر من شارع بصنعاء، وتحديدا في مناطق حدة وصولا إلى شوارع الزبيري والجزائر وعمان ونقاط متفرقة جنوب العاصمة. وشهدت الاشتباكات استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وخصوصا في المناطق أو في المنطقة الواقعة في الخط الدائري قرب شارع صخر. وكانت الاشتباكات تراجعت وتيرتها لنحو ساعتين، إلا أنها عادت بوتيرة أقوى. وخلال الساعات الماضية شن الحوثيون محاولات تقدم باتجاه منازل تابعة لأقارب صالح، كما هاجموا منزل الأمين العام المساعد في حزبه ياسر العواضي واشتبكوا مع الحراسة. وبحسب مصادر قريبة من حزب المؤتمر، اندلعت المواجهات بمنطقة الحسيلي في دار سلم جنوب صنعاء. كما أعلن ناشطون مقربون من الحزب أن قوات الحرس الموالية له استعادت السيطرة على عدد من المعسكرات التابعة لها أصلا، والتي كانت تتواجد فيها، ومنها معسكر السواد ومعسكر النهدين ومعسكر الأمن المركزي وغيرها من المعسكرات. أما صحيفة الشرق الأوسط فقد علقت حول أحداث صنعاء وعنونت في صفحتها الرئيسية: صراع الحوثي صالح يدخل مرحلة المدفعية. وقالت الصحيفة: استمرت الاشتباكات بين انقلابي اليمن في صنعاء، ودخلت من المدفعية خط الصراع لليوم الثالث على التوالي بين المؤتمرين الحوثيين وأنصار صالح، رغم محاولات تسوية من أطراف سياسية واجتماعية وقبلية. حيث قالت مصادر في صنعاء إن منزل العميد المنشق طارق صالح تعرض للقصف بالمدفعية من قبل الحوثيين غداة مقتل 3 من حراسه الشخصيين. وتنقل الصحيفة عن أحد الباحثين السياسيين قوله: إن النزاع الحالي لا يعطي مؤشرا على تفجر الصراع بشكل شامل، وإنما صراع على إعادة بناء التوازن ومقاومة حليفها الاندفاعية الحوثية للقضاء عليه. حروب أخرى على الإرهاب. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، مضيفا في أجزاء منه: كي لا يتكرر تضييق مفهوم المقاومة بحيث تقتصر على بعد واحد وبالتالي يتم اختزالها إلى المواجهة بالمعنى الميداني، هناك تجارب لشعوب عانت الاحتلال كفرنسا في أربعينيات القرن الماضي كان مجرد صدور صحيفة اسمها كومبا مقاومة، والبقاء على المقاعد في مسرح يعرض مسرحية الذباب لسارتر مقاومة، وكان بائع الكتب على ضفاف نهر السين يتعمد منادة المارة ومنهم جنود الاحتلال على عناوين ذات دلالة في التاريخ الفرنسي، ويردد أسماء فلاسفة من طراز فولتير ومونتسيكو وروسو لتذكير الغزاة بموروث بلاده الحضاري. ولكي لا تبقى المواجهة الأمنية وحدها في الساحة ضد الإرهاب، فإن الإسهام الثقافي والفني وكذلك التربوي مفاعيل بالغة الأهمية والنفوذ في هذه الحرب، ما دام هدف التطرف المؤدلج بالعنف والمدجج بالكراهية هو إعادة البشرية إلى ما قبل التاريخ وما قبل الدولة، اعتقاداً منهم بأن الحديد لا يفله غير الحديد. ولكي تستكمل الجبهة الثقافية أدواتها في هذه الحرب، عليها أن تبشر بالحياة وتنشر الأخضر بديلاً للأسود القاتم، وتدافع عن حقنا جميعاً في الحب والحرية والتنقل بلا خوف عبر خطوط الطول والعرض لهذا الكوكب الذي أصبح بسبب التطرف ملغوماً بالكمائن. وإذا كان الإرهاب قد طور من أدواته وأساليبه مستفيداً من التكنولوجيا ومنجزاتها، فإن مجابهة تتطلب تطويراً مقابلاً، خصوصاً في المجال السيكولوجي الذي يناط به وبخبرائه افتضاح نزعة العدوان وتفكيك ظواهر التطرف والعنف. ومثل هذه المجابهة المعرفية والتربوية لها بعد استباقي، لأنها تخاطب أجيالاً يراهن الإرهاب على اختطافها والتمدد السرطاني نحو المستقبل. يمكن للكلمات العابرة أو التعليقات أن تعكر صفو العلاقات ليس فقط بين الأشخاص وإنما بين الدول أيضاً. ووفقاً لمقال في الصفحة الأولى لصحيفة الديلي تيليغراف، فإن دونالد ترامب لن يزور بريطانيا في المستقبل القريب. وتقول الصحيفة إن دبلوماسيين أمريكيين ألغوا
خطوطهم لزيارة الرئيس أو خططهم لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا في يناير وسط حرب كلامية بين الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي. وكان من المزمع أن يزور ترامب لندن في العام الجديد لافتتاح المقر الجديد للسفارة الأمريكية في لندن، وكانت الزيارة التي أطلق عليها زيارة عمل قد خططت دون لقاء مع الملكة للسماح لترامب بزيارة بريطانيا مع تجنب الاحتجاجات التي قد تتسبب فيها زيارة رسمية لبريطانيا. وحصلت صحيفة ديليغراف على معلومات تفيد أن الزيارة قد أرجئت لأجل غير مسمى دون تحديد تاريخ جديد، ويأتي ذلك وسط توتر في العلاقات بين مي وترامب في خلاف بشأن تغريدات على تويتر نشر فيها ترامب تسجيلات مصورة لجماعة بريطانية يمينية متطرفة. عاصمة أكثر الدول تصنيعا للمفرقعات النارية تحظر استخدامها، ووفقا لصحيفة القدس العربي فقد صادقت بكين على لائحة جديدة تحظر الألعاب النارية في المدينة على ضوء التلوث الشديد والخسارة التي سببتها الألعاب النارية في السنوات الأخيرة. وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية أن اللجنة الدائمة لمجلس النواب المحلي لبلدية بكين صادقت على اللائحة بشأن الإدارة والسلامة للألعاب النارية. ووفقا للائحة سيتم حظر إشعال الألعاب النارية ضمن الطريق الدائري الخامس، كما ستحدد سلطات الأحياء الواقعة خارج الطريق الدائري الخامس مناطق بعينها يحظر فيها إشعال الألعاب النارية. وتتابع الصحيفة جاء ذلك الحظر بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة العيد الأهم في الصين، وكان الصينيون قد اعتادوا على الاحتفال بعطلة هذا العيد بإشعال الألعاب النارية بشكل كبير. ومن أخبار البي بي سي المنوعة والتي جاءت في صفحته الرئيسية، قصة بريطاني وجد شقيقه المشرد صدفة بعد 25 عاما. وقالت البي بي سي تفرق الشقيقان البريطانيان بيلي وروي اللذان ولدا لأم شابة عندما كانا صغيرين. اعتنت خالتهما بالشقيق روي، أما الشقيق الثاني بيلي فقد اهتمت به أمه حتى سن العاشرة قبل الذهاب إلى الملجأ، وانتهى الأمر به إلى العيش كمشرد في الشوارع. اجتمع شملهما صدفة أثناء الاحتفال بذكرى ضحايا الحرب العالمية، وقال أحد الأخوين: رأيت رجلا في الزاوية بدا كشخص يعيش في الشارع وبدا لي مألوفا جدا. وقال الأخ الآخر: جاءني فجأة ولم أعرف من هو قبل أن يسألني عن اسمي واسم شقيقي وأسماء شقيقاتي، ثم عرف أننا إخوة. وقال روي: لم أره منذ 25 سنة وشعرت أني أحلق بين النجوم وقد أخذني من الشارع لأعيش معه. شهد العالم أمس أحداث متنوعة تنوعت بين البهجة والفرح والحزن والدمار، وقد نشرت صحيفة الجارديان البريطانية صورا وثقت تلك اللحظات نشاهدها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.